أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حصة جديدة من تعلم السربان، مرحبا بكم في أولا في المدرسة الحرة للغات. هذه هي المدرسة الحرة للغات، المدرسة الحرة للغات ليكول ليب دي لونغ. معكم الأستاذ بروف جمال جيجي، جمال جيجي المؤلف والأستاذ جمال جيجي، لتعليم ما يعرف بالعدد الصيني، الحساب على السربان. اليوم سوف نقوم بعملية بسيطة على السربان، وهي عملية حسابية ليست معقدة وإنما هي بسيطة، عملية الجمع والطرح. مثلا 2 زائد 2 تساوي 4، 5 زائد 3 تساوي 8، 5 زائد 4 تساوي 9، 3 زائد 1 تساوي 4، 5 زائد 1 تساوي 6. نقوم بالعملية الأولى وهي 2 زائد 2، 2 نحرك، نقوم بتفعيل الغرزات، هنا الصف التصفير، تفعيل الغرزات، 2 زائد 2 تساوي 1، 2 تساوي 4. تصفير دائما، نقوم بالتصفير، عملية التصفير. ثم بعد ذلك نقوم بالعملية الثانية وهي 5 زائد 3 تساوي 8. لدينا الخرزة العلوية هي 5 زائد 3 تساوي 8، هكذا هي 5 6 7 8. لدينا العملية الثانية 5 زائد 4 تساوي 9، لدينا 5 تفعيل 5 زائد 4 تساوي 9، تصفير دائما. لدينا أيضا 3 زائد 1 تساوي 4، 3 لدينا 3 زائد 1 تساوي 4، تصفير دائما. لدينا 5 زائد 1 تساوي 6، 5 زائد 1 تساوي 6. نجي هنا لعملية الطرح. عملية الطرح فيها 4 ناقص 2 تساوي 2، لدينا 4 نقص منها 2 تساوي 2، لدينا 3 ناقص 1 3، ثلاثة 1 2 3 ناقص 1 تساوي 2. الآن تصفير، لدينا 8 ناقص 2 تساوي 6، 8 هي 5 زائد 3، 8 ناقص قلنا 2 تساوي 6، ناقص 2 تساوي 6. لدينا أخيرا تصفير، بعد نقوم بعملية التصفير، أخيرا 8 ناقص 3 تساوي 5، 8 هكذا ناقص 3 تعطينا 5. هذه عملية بسيطة جدا. لدينا أيضا 9 ناقص 2 تساوي 7، 9 ها هي 9، عمل فوق السربان ها هي 9، هكذا 9 فوق السربان، 9 ناقص 2 تساوي 7، 5 6 7، تصفير دائما. هنا نأتي لبعض العمليات المعقدة شوية، ندخل في عمليات معقدة أيضا، عمليات أيضا معقدة شوية معقدة، وليست يعني مع تركيز برد. عملية الجمع دائما، لدينا 5 تساوي 4 زائد 1، نقوم هنا فوق، كيف نديرها فوق السربان، فوق السربان على السربان كيف نديرها، 5 لدينا السؤال الأول، 5 تساوي 4 زائد 1، 5 تساوي 4 زائد 1 هي 4، ولكن لا يوجد لدينا هنا إلا 4 في الخرزات السفلية، لا يوجد إلا 4، 5 تساوي 4 زائد 1، ولكن لا يوجد 1 هنا، هنا لا يوجد 1، ماذا نفعل؟ توجد إلا 4 خرزات هنا، توجد إلا 4 خرزات، ماذا نفعل؟ نحن نعلم أيضا أن 5 بالنسبة للواحد يساوي 5 ناقص 4، ماذا نفعل؟ كيف نمثل 1؟ 1 يساوي 5 ناقص 4، وهكذا. العملية الأولى هي 5 تساوي 4 زائد 1. المثال الثاني، 5 تساوي 3 زائد 1، 5 لدينا 5
تساوي 3، لدينا 3. زائد 2، زائد 2 5، تساوي 3 زائد 2. كيف نمثلها على الصربع؟ لدينا إلا 3 هنا، ولكن احنا ندرك أن 2 ما تساوي؟ تساوي 5 ناقص 3. 2 تساوي 5 ناقص 3. ماذا نفعل؟ فوق الصربع ننزل 5 ثم ننقص 3، وهكذا 5 تساوي 3 زائد 2. لدينا مثال ثالث وهو 7 تساوي 4 زائد 3. كيف نمثلها؟ 7 تساوي 4 زائد 3. لدينا 4 ولكن لا يوجد لدينا 3، كيف نمثلها على الصربع؟ نحن نعلم أن 4 زائد 3، 7 تساوي 4 زائد 3، فكيف نفعل ذلك؟ نحن نعلم أن 3 تساوي 5 ناقص 2، ننزل إلى 5، 5 ناقص ونطرح 2، إذن تساوي هنا 7. قمنا بالعملية. المثال الثالث 15 تساوي 8 زائد 7. نقوم بعملية التصفير. 15 تساوي 8 زائد 7، نحن نجد 5 ها هي 8 زائد 7، لا توجد 7 هنا، يوجد بقيت إلا خرزة واحدة، لم تبقى إلا خرزة واحدة، فكيف العمل؟ نأتي هنا نحن ندرك أن كيف نضيف، لدينا 8 ولدينا خرزة واحدة، أنا نستطيع الإضافة. نحن نعلم أن 7 تساوي 10 ناقص 3 تعطينا 7، هي 7 تساوي 10 ناقص 3. لا، نحن نعلم جدا، انظر هنا، ندرك أن 5 على الصروبان، رقم 8 على الصروبان، هنا درنا رقم 7 تساوي 10 ناقص 3، قمنا بالعشرة ناقص 3 وأصبحت 15. نتمنى جدا أن هذا الفيديو قد أعجبكم، إذا أعجبكم ديروا لايك وديروا لنا لايك ديريكتومون وفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد مع المدرسة الحرة للغات الأستاذ جمال جيجي، مع تحيات المدرسة الحرة.